لأول مرة في العالم أطباء أمريكيون يجرون جراحة لدماغ جنين في رحم أمه. نجح أطباء لأول مرة في العالم بإجراء عملية جراحية على دماغ جنين في رحم أمه لعلاج حالة طبية نادرة، ما يفتح الباب لعلاج حالات مشابهة في المستقبل. واستخدم الجراحون في مشفى بوسطن للأطفال ومستشفى برينغهام ماساتشوستس الأمريكية تقنية جراحية لعلاج تشوه خلقي يعرف باسم تشوه وريد غالينوس، يسبب قصورا في القلب وأعراضا تشبه السكتة الدماغية أياما بعد الولادة. ويقول دارين أورباخ أخصائي الأشعة العصبية من مستشفى بوسطن للأطفال وكليات الطب بجامعة هارفارد، إنه بعد العملية والولادة لم تعاني الرضيعة من تدفق الدم كما يحدث عادة لمن يعانون من هذا التشوه. وكشف أورباخ أن الرضيعة الآن في الأسبوع السادس ولا تتناول أي أدوية وتأكل بشكل طبيعي وتكتسب وزنا، لا تعاني من أي آثار سلبية على دماغها. ويقول موقع ساينس أليرت إن تشوه غالينوس يؤثر حوالي على 1 من كل 60,000 رضيع، وهو نوع نادر من تشوهات الأوعية الدموية في الدماغ التي تتسبب في اتصال الشرايين مباشرة بالأوردة بدلا من الشعيرات الدموية، وما يجعل تدفق الدم أسرع بكثير. وأجرى أورباخ وزملائه العملية على جنين في الأسبوع 34 من الحمل، واستخدموا الموجات فوق الصوتية لإرشادهم أثناء العملية، وولد الطفل بعد 2 يوم لأن العملية تؤدي إلى تمزق الأغشية في الرحم فيولد قبل الأوان. ولأن الولادة كانت مبكرة نقلت الرضيعة إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفى لعدة أسابيع، وخلال هذه الفترة استمر الأطباء في مراقبة دماغها.